عدم تنفيذ الشق العسكري سيجعل ولادة الحكومة متعسراً، موقف هو الأول من نوعه يصدر عن التجمع اليمني للإصلاح، أحد الأحزاب الرئيسة المشاركة في تأليف حكومة الكفاءات المنتظرة، والذي يتعرض لهجوم متواصل من جانب الأطراف المحسوبة على أبوظبي. الموقف صدر عن محمد اليدومي في تعليق نادر من رئيس أكبر حزب في البلاد حول التطورات السياسية المرتبطة باتفاق الرياض المتعثر، وكان حازماً لجهة تحذيره من أن عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني سيجعل ولادة الحكومة أمراً متعسراً وغير قابل لأعذار لا معنى لها ولا تصب في مصلحة أحد، وزاد أن نبه إلى أن الوقت كالسيف وأن الأمر بالخيار، فإما الاستفادة من الوقت أو الشتات في الأمر. التصريح لاقى ارتياحاً وتأييداً واسعين، وكان أبرز تعليق حول تصريح اليدومي قد صدر عن شخصية جنوبية بارزة محسوبة على الشرعية هي وزير النقل المستقيل صالح الجبواني، الذي أشاد في تغريدة له بتصريحات رئيس التجمع اليمني للإصلاح، واعتبره تأكيداً لحقيقة طالما أراد البعض أن يقفز عليها بتشكيل الحكومة بدون تنفيذ الشق العسكري والأمني. المراشقة السياسية حول اتفاق الرياض تحركها التطورات العسكرية الميدانية في محافظة أبين، والتي يتعمد من خلالها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من التحالف وبالأخص من أبوظبي صرف الأنظار عن التزاماته الأساسية ضمن الاتفاق، والتي تقضي بالانسحاب من عدن وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط وإعادة الانتشار خارج العاصمة السياسية المؤقتة، وهو الإجراء الذي لا يزال يعطل تنفيذ اتفاق الرياض لأكثر من عام كامل. ففي أحدث بيان للمجلس بشأن المواجهات المسلحة في أبين، كرر اتهامه لمن يسميها الميليشيا الإخوانية المتنفذة في الحكومة اليمنية باختلاق العقبات لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكداً أن صبره ومقاتليه في الجبهات لم يعد ممكناً في ظل إصرار من وصفهم بأعداء الجنوب على إفشال الهدنة مسبقاً وتحويلها لحرب استنزاف طويلة الأمد، ادعاءات فندتها القوات الحكومية المشتركة في أبين، التي أكدت في بيان لها التزامها بقرار وقف إطلاق النار على الرغم من خروقات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في وقت أكدت فيه أيضاً أنها ستتعامل مع أي اختراق بكل قوة، وأن مهمتها الرئيسة هي فرض سيطرة الدولة على كامل المدن دون استثناء.